كيف يضيع واحد بار بوالديه، خصوصا لو كانوا في مرمى عينيه؟ كيف يضيع واحد معدن أصيل، هموم الناس همه الوحيد؟ حقيقة عندما تفقد والديك فكأنما فقدت أعظم شيء في الحياة، لأنك عندما تضيق بك الدنيا وعندما تحيط بك الهموم فهما الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى، لأنك تفضفض لهم يدعون لك. عندما تحاصرك المواقف الصعبة فكانت بالنسبة لي فراغ كبير استشعرت في طفولتي، يعني وأيضا شريط الذكريات، وهذا أصعب ما في الموت. فلذلك طبعا الحزن والألم والحسرة، لكنك تبقى أنت أسير لهؤلاء وتبقى ممنون وممتن، لا تملك لهم إلا الدعاء، ها؟ ولكن الحياة لا تتوقف عند موت أحد رغم الألم ورغم الحسرة، لكنك في النهاية تنطلق. سبحان الله، ورزقنا الله نعمة النسيان التي تجعلنا، أو التناسي إذا شئت، التي تجعلنا ننطلق في هذه الحياة. أما الموقف فكان من أشد المواقف إيلاما لحجم العلاقة القوية والارتباط الوجداني العاطفي القوي بيني وبين والدتي وبيني وبين والدي، ولكن رحمهم الله وجميع موتى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا ولكم المغفرة. أخيرا، من أصبح وبر والديه وهموم الناس أكبر همه، وفقه الله وبارك في ذريته وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة.